السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنديكم تسراو معايا، واخا راني مريضه وضرب من البرد، غتشوفوا صوتي مخنوق ولكن اللي فيني ما مهنيني. المهم غنمشي اليوم نتسرى. اول حاجه مشيت فطرت مع الكريشه، ايوا عاد غنمشي داير في بالي خاصني شحال من حاجه. غنمشي ندوز للديبو فيها ديكوراسيون زوينين، كاع داكشي اللي كتحتاجي في الدار، وغنمشي للباشمان وغنمشي لالو نانا، خاصني شحال من حاجه من تما. واخا ما لقيتش داكشي اللي بغيت، مي المهم الا ما لقيناش هاد المره، المره الجايه نلقاو. حيت دابا كيبدلو لا خالص السلعه ديالهم مع راس العام. كنت كنقلب على شحال من حاجه ما لقيتش تما. ايوا عاد مشيت للديبو تما. المهم هانتوما معايا، ملي راسي بس كنخرج في الهضره، كاين البرد كاين البرد كاين البرد، يضربني البرد ما مركزاش. المهم ايوا كنت غندخل حتى للزهراء، صح ما قدنيش الوقت. هاد الشارع عاد مشهور في الشطات، شارع زوين فيه الكشيفت كاملين والبوتيك كاملين اللي كيبغيو العيالات. كيف ما كتشوفو هاد ديال مانغو، غتمشيو تلقى القوطية قالو غير فيها زهرة، فيها كاع داكشي زوين، والبرد القارس كان الشتيوة. عاد حبست دابا عند الزهر، ايوا هنايا انا دخلت للديبو، هنايا غايبه لكم داكشي زوين 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 بزاف. حمكولي هاد الديكوراسيون اللي دايرين، حقيقة اي حاجه بغيتيها كتلقايها هنايا، سواء ديال الدراري الصغار، سواء بوغ على الكوشي على البونتيما. هانتوما غادي تشوفوا كلشي كاين هنايا. على شنو اخر كنت لقيت عاوتاني؟ والله الا نسيت. المهم حليتو عليه فمكم، غتلقاو حتى لاعبين حتى على ديزاين وعلى لي كولور، داكشي زوين عندهم. ايوا خلاوها اللي ما شريت بزاف، ولكن الحقيقه انا شريتها حتى من بعد ما نوريكم شنو خديت. ها نتوما معايا. Thank you.
you.